متابعي واضح، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا من داخل استاد البيت الذي اكتشفتموه خلال الأعداد السابقة من الخارج. اليوم المباراة بين الجزائر وتونس نهائي كأس العرب، ستعيشون معنا كل ما حصل في هذه المباراة قبل أثناء وبعد هذا الموعد الكبير، ابقوا معنا. ان شاء الله اشقاء واخوان، يعني واللي يربح نحن الاثنين فرحانين ان شاء الله. تونس وان شاء الله الجزائر. احنا جينا اليوم استاد البيت باش نتفرجوا على المنتخب القومي متاعنا، المنتخب التونسي. احنا والمنتخب الجزائري خاوة، دم واحد تراب واحد، بس رانا راح نفوز عليهم ان شاء الله. هو فزنا ولا ما فزناش، ديما خاوة كيف ما يقولوا. ان شاء الله الفوز للجزائر. 1-2-3 في فالجيري. ربي يوفق الفريقين، انا تونسي نتمنى الربح لتونس، واذا ربحت الجزائر وخيرنا يعني اونفان. هي راهي مباراه نتاع كره قدم. احنا تونس ان شاء الله مربوحه يا ربي، ان شاء الله مربوحه. انا مغربي وجيت اليوم نتفرج في المباراه ديال تونس والجزائر. جيسبر يكون ماتش بيان وتونس تربح ان شاء الله. انا من السودان، الليله جيت نهائي كاس العرب. ان شاء الله انا مع الجزائر، وان شاء الله تفوز الجزائر وخوة ان شاء الله. جمال حمدون، كبير مشجعي منتخب مصر. انا النهارده مع جمهور الجزائر، لان جمهور الجزائر محترم وما غلطش فينا، واحنا اللي بيقدرنا احنا بنقدروه. كلنا مع بعض لتونس والجزائر، والله اي واحد فوز اليوم ان شاء الله. امور طيبه. مباراة ياسر حماسية ومباراة قوية على الاخر، الشوط الاول قوي. ان شاء الله يكملوا على المنوال هذا ونتمنى الفوز لتونس. ان شاء الله دوزاميتو ان شاء الله يماركيو يفرحونا. نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة بهي 0-0 بين تونس والجزائر، في انتظار ما ستسفر عنه الأشواط الإضافية، وقد يتوجه الفريقين إلى الضربات الترجيحية. ابقوا معنا. تعادل في تقريبا في كل شيء، في حتى في البطاقات. بما أنه احنا جيران نتقسموا كل شيء، حتى الكبش نروحوا به، تروح به الجزائر ولا تونس نقسموا في زوز، هما ياخذوا شطر واحنا شطر. اللحظات الأخيرة من المباراة، يبدو أنك لا تستطيعين متابعة النهاية. لا ابدا، مش ممكن. I come all the way from England to watch Algeria and now I have heart attack، يعني القلب بتاعي راح ينفجر. فوالا. نصل إلى نهاية هذه البطولة، البطولة التي أمتعت الجميع وأبهرت العالم بأسره، البطولة التي توج بها المنتخب الجزائري بجدارة واستحقاق إثر فوزه على المنتخب التونسي في النهائي. إلى أن نلقاكم في مواعيد أخرى، ابقوا أوفياء لواضح.